الدنيا ربيع واللون أخضر، وبأجمل فصول السنة بتزهر أجمل الكنوز، كنوز الفايدة والخير من خير بلادي. واليوم ببرنامجنا زعتر أخضر رح نتعرف على فوائد السماق، خليكم معنا. احنا في برود يلي بتقع شمال مدينة رام الله، وسبب تسميتها بهالاسم انها كانت مصيف وكان يجي عليها التجار والقوافل ليستريحوا تحت ظلال اشجارها ويشربوا من ميتها الباردة. شجر السماق من النباتات البرية اللي بتنمو في فلسطين وخصوصا المناطق الجبلية لانها بتتحمل الجفاف والبرودة، وشجيرة السماق هي صغيرة وممكن يبلغ ارتفاعها 3 امتار، واوراقها ريشية الشكل وقليلة التفرع، وبتزهر في اواخر الربيع وبتنضج في شهر اب. ثمارها كروية، ووقت بتنمو بيكون لونها أبيض وبتتحول للأحمر عند النضوج، وعند قطفها لازم يكون لونها قرمزي أو سمائي، يعني أحمر غامق جداً. وأما عن طريقة قطف ثمارها بتكون بجمع العناقيد وتفريطها بصواني ووضعها تحت أشعة الشمس حتى تجف تماماً، ولما تجف هون بصير وقت طحنها. وهون في طريقتين، الطريقة الأولى في ناس بتنخل السماء وبتفصل البذور عن القشور وبتطحن القشور لحالها، وفي ناس تانية بتطحن القشور مع البذور، وبهاي الطريقة لازم ينطحن مرتين عشان يعطينا سماء ناعم، وبكل الأحوال هو لذيذ وصحي ومفيد. ومن أهم فوائد السماق إنه غني بفيتامين سي، وأوراق السماق غنية بمادة التنين اللي بتعمل كمواد قابضة ومطهرة ومضادة للالتهابات، وممكن استخدامه في حالات الحروق والتقرحات. وأجدادنا زمان استخدموا السماق في علاج كتير من الأمراض منها الغثيان ولوقف نزيف الدم، وممكن استخدام منقوع السماق كغرغرة لعلاج التهابات الحلق والحنجرة، وكمان بنستخدمه في دبغ الجلود. السماق من أهم التوابل والبهارات في المطبخ الفلسطيني، والسبب بيرجع لنكهته الحامضة المميزة اللي خلته يدخل في كتير من الأكلات منها الزعتر الناشف، وممكن نضيف كرشة على السلطات والمقالي، وما بيكمل مسخننا الفلسطيني إلا برشة السماق. ومن أجمل الأشجار شجر السماق، لهيك بننصح الناس يزرعوا في حدائقهم. وبهيك وصلنا لنهاية حلقتنا معكم لليوم، استنونا بحلقة جديدة وكنز جديد. إلى اللقاء.